انظر ما منك اليه، خيري الى العباد نازل ها وشر العباد الي صاعد، اتودى اليهم بالمغفره وانا اغنى الاغنياء عنه، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجه لي. من يستغني عن الله؟ ولا نحن، ولا نحن. سبحان الله، خزائنه لا تنفد، لا تنفد. تروح بس الطبيب ينزع لك، اختلع لك ضرسا، يضع لك ضرس يقول لك فيه انواع مش عارف كذا وكذا وكذا، تري الاف مؤلفه ثمن الضرس الواحد. هل يقوم بنفس مقومات الضرس الالهي الذي خلقت به؟ ابدا، مش ممكن. القلب البديل والكبد البديل، هل ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا يا رب؟ هل يقوم هذا بما يقوم به سبحان الله العظيم؟ ده فيه يعني غدد بسيطة في الجسم، لو تعطلت الجسم كله، كل الجسم يتحول إلى شيء تاني تماما. من 30 سنة يطرق بابي الساعة 3 صباحا ناس من الجيران، والله عندنا مشكلة كبيرة، حد خير؟ نزلت لقيت شاب صالح يعني ودود، عنده 30 سنة، مهندس، مهندس نسيج، واخد بكالوريوس هندسة من جامعة في ألمانيا، حاجة كبارة، وصاحب مؤسسة عنده 4000 عامل. خير؟ أنا عايز يعني يناقشك، يناقش الساعة 3 نقاش قيام الليل ده، نناقش. خير؟ يعني هو المهدي المنتظر ده أحاديثه صحيحة ولا غير صحيحة؟ قلت له والله أنت مصحين الساعة 3 الصبح عشان تعرف أنها، والله لم أجد أحاديثه لا في البخاري ولا مسلم فلم أذكره، ولا أنا أيدته ولا أنا أنكرته. بعض العلماء يثبتونه كعلامة من علامات الساعة، وأنا لا أرى أنه لا في البخاري ولا مسلم، توقفت. لا لا لا، الأحاديث صحيحة التي وردت في المهد المنتظر. أنت دارس حديث؟ لا أنا مهندس. طب وإيش عرفك أنه يعني متصمم؟ قال لأننا المهد المنتظر. المهد المنتظر الساعة 3 صباحا في شتاء القاهرة، أجرك الله، عبارة عن إيه؟ برد مش يدخل في العض، يدخل في النفوخ، في المخ. لا تقلق يعني، لا ترى فيها عوجا ولا أبدا، سبحان الله. قلت طيب إيه رأيك تشرب كوب من النعناع الدافئ كده وتنام، وبعد صلاة الفجر إن شاء الله تجيني نفطر كده وندردش في المهم بإيجاز. سيبك من القصة كلها، الشاهد في القضية له إخوة وأخوات أطباء وأساتذة في كل الطب، بعد كده اعتذروا لي أنه هو عنده عنصر الليثيوم. أنا أول مرة أعرف أن الجسم الإنسان الليثيوم ده عنصر مشع بيعملوا منه القنبلة النووية وكده، العنصر ده لما يقل تجيله تصورات يقتنع أنها صحيحة 100%، فلما ما يأخذش الحبة التي تضبط الليثيوم في مخه سبحان الله، عنصر بسيط خلى المهندس الناجح خريج ألمانيا يتصور تصورات وعايز يقنعك بها. فانظر إلى رحمة الله وفضل الله. لو قلقت يوما تخلق وعايز سلام ما فيه وتوترت، من الذي يرسل عليك النعاس أمنة؟ نعمة ولا مش نعمة؟ الله أكبر. لما يوقظك بعد النوم وهو الموت الصغير، ألا تقول في نفسك ولله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا؟ فالقرآن ألفاظه عجب، ذكرنا كلمة أقبل وتعالى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. تعالى. طيب لما سيدنا موسى ألق ما في يمينك تحولت إلى حية، يا موسى ايه؟ فولى مدبرا ولا ايه؟ ولا بيعقل. يا موسى اقبل ولا تخف انه لا يخاف لدي المرسلون. طب اقبل لما لم يقل له تعالى؟ القرآن اوضح لأهل اللغة واللي هم عجنوا في اللغة واللي هم سبحان الله العظيم اللغة كانت عندهم ملكة وسليقة، الاقبل تعالى هذه يعني تخص المعنويات، اديني اذنك، قلبك، عقلك، تعالوا ايه اتلو ما اوحي ايه ما اوحي الي إيه؟ سبحان الله. تعالوا ايه لازم يجي بنفسه ولا مجرد ان يستمع؟ يستمع. يا اهل الكتاب تعالوا لازم يجي امامي ولا ممكن يعطيني اذانهم وعقولهم؟
فتعالى تقلل المعنويات واقبل تقلل ايه للاجساد. فانظر الى عظمة القرآن عندما وضح لاهل اللغة لغتهم. زي هو لما نزعل من القرآن سكتوا، زي احنا لما قرأنا القرآن لم نفهم. ولد كان جاي يشتكي مرة لي، يقول لي مع ابوه في الصف الرابع الابتدائي مدرس اللغة العربية، يقول له يعني ايه يا استاذ وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى. قال ابدا، ذنون ده واحد. طيب ماشي، اسمه ذنون. طيب ماشي، تمشي برضه يعني ذنون. ذا دي ذو من الاسماء الخمسة، يعني صاحب النون اللي هو الحوت، صاحب الحوت. فظن ان لن نقدر عليه. هل هو اصله فكر ان ربنا مش قادر عليه؟ لكن ربنا قادر يا راجل، اتق الله. ظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه الامر. الله يبسط الرزق لمن يشاء، وايه يعني ايه يعني يبسط؟ ها هو البسط الايه القابض، يقدر. القدره هنا من التضييق، من الايه، من مش الاستطاعه. فلا بد، زي الراجل الشيخ ده حصلت يعني قريه من القرى، الشيخ الجمعه جاله اسهال مفاجئ، فما طلع واحد كان في موسم الحج، الحمد لله الذي جعل الحج على الرجال ولم يجعلها على النساء. قال له ازاي يا استاذ الكلام ده؟ قال سبحان الله، ايه واذن في الناس بالحج ياتوك ايه ولم يقل نساء. قال لسه بشوف المفسر العظيم يا عم، رجالا يعني ماشيين على رجليهم، لا اله الا الله، وعلى كل ضامر. فهو المهم ان الادراك باللغه ومعرفه اللغه ده مهم، مهم جدا. فاقبل وتعالى. هذه فهمناها. طيب كلمة جسم وكلمة جسد معنى واحد ولا لا؟ هي معنى واحد في اللغة، درسوا لنا في اللغة. وانت لو دخلت على لسان العرب لمنظور القاموس المحيط المصباح المنير مختار الصحة اي شيء، وتدخل على دي زي دي بالضبط. والعرب الاقحاح اللي كان سبحان الله العظيم النابغة الذبياني يجلس في سوق عقاظ ويحكم ما بين الشعراء، يقول هذا اشعر من هذا وهذا افضل منه، ويعملوا يعني مبارزة في النقد الادبي وفي المعلقات، والمعلقات دي فيها العجب. المهم سبحان الله العظيم يعني، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من الصبر لما كعب بن زهير، زهير ابوه شاعر من احد اصحاب المعلقات، كعب كان كافر الاول وهجى النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة، فأهدر الرسول دمه. يعني أهدر دمه؟ قال يقتل كعب معلوهش دية، فر. أمنه أحد الناس وقال تعالى أنت بس، والرسول لما يؤتى كده من وجهه وتتكلم معه إن شاء الله رب العالمين عنده الإيه؟ عنده مسألة العفو، سجية من خلقه صلى الله عليه وسلم. فجاء كعب فقال انا كعب بن زهير بن ابي سلمة. الانصار راح وقفوا ارادوا البطش به، محبتهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي هجر الرسول. فكفكف الرسول حدته، قال عندي قصيدة. قال قل يا كعب. بدأ قصيدته 57 بيت، منها 37 بيت بانت سعاد، يعني سعاد من يحبها ايه سافرت يعني هاجرت، فقلب اليوم مدبول متيم اثرها لم يفد مقبول وما سعاده. وبدا في 37 بيت يصف الناقه اللي تروح عند الباديه اللي فيها الانسه سعاد 37. والرسول ايه مش زي حالاتكم كده ايه هيخلص ميت الشيخ روح الان روح ها قال روح انت قاعد ليه؟ احنا في رحمه الله، ملكه تحيط بالمكان ورحمه الله تتنزل. وبعدين يا سيدي من يضمن لك أن يعني نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. مهم سبحان الله. فالقرآن لما نزل وبين هناك فرق بين جسد وجسم، ربنا قال في قصة طالوت وجالوت إيه؟ آتاه بسطة في العلم والإيه؟ والجسم، والجسم سبحان الله. لكن موسى السامري راح اخذ قبضة من اثر الرسول وجاب الذهب اللي سرقوه من المصريين وعجنه او صهره وبعدين حوله الى عجل
فقال ربنا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قالوا الجسد هو المخلوق الذي لا روح فيه، والجسم اللي هو الجسد اللي فيه روح. فلما تقول جسم الإنسان يبقى ايه؟ فكلنا ما شاء الله أجسام، صح الله؟ تمام؟ اللي فيه حياة، الجسم اللي فيه حياة، لكن الجسد اللي هو ايه؟ ليس فيه حياة. عيدا جسدا له خوار، خوار نتيجة ايه؟ اتجاه الرياح من مؤخرة الثورة او العيد الى مقدمته. وهو كان عالم فيزياء، عارف الانكسار والمعدل الانكسار وهكذا، فالهواء يدخل من هنا في الصحراء سيناء يعمل صوت زي الايه؟ زي خوار العد بالضبط، لكن هل فيه روح؟ فالجسد ايه؟ ليس فيه ايه؟ الشيء الذي ليس فيه روح. زي بالضبط الايه؟ الاربعة الذين ارسل هرقل الى معاوية، قال انا عايز اربعة لم يخلقوا في رحم، ان كان دينكم حق اجبني. فمعاوية جاب ابن عباس قالوا في اربعة لم يخلقوا في رحم، قالوا اول واحد ادم، صح ولا لا؟ من ام ادم؟ طب مين حماته؟ مالوش. سأل الغلام اباه يوما يا ابي من اسعد انسان طرا في الورى، من اسعد واحد في العالم؟ فأجابه هو آدم إذ لم تكن في بيته أم المرأة. رسول الله لم يرزق بأم، فالأم كان حياته مستتبة زي حياتك كده ما شاء الله. لذلك أنا اكتشفت في الآخر لماذا لا تبتسم. المهم ابتسم أمامي بالذات، أنا لا أحب الإيه الذين يضيقون صدورهم ووجوههم أمام الناس. المهم سبحان الله، إحنا فيما كنا نتكلم الأربعة اللي هو بتاع سؤال هرقل، وبعدين حية موسى او عصا موسى عندما انقلبت الى ايه؟ الى حية. هذه ايه؟ والكبش الذي فدي به ايه؟ اسماعيل. وناقة صالح، لان دي ناقة معجزة خرجت من الايه؟ قالوا تعرفين سر الجبل؟ قال لك فيش ثقب في الجبل لا نعرف. قال طب لو اخرجت لكم ناقة من الشق ده؟ قالوا مش ممكن، احنا دارسين الجبل قطعة قطعة وشبرا شبرا وشقا شقا. سبحان الله. قال طيب يا ناقة، راح خرجت ايه؟ ناقة لم توضع في رحم، وانما هي هكذا. وقالوا والكبش الذي فدي به ايه؟ اسماعيل عليه السلام. المهم فقال هرقل لابد ان الذي اجاب هذه الاسئلة رجل من آل بيت النبوة، وما كان لمعاوية ان يعرف اسئلتي التي جمعتها من علماء اهل الكتاب. توحد الله لا اله الا الله، ادي اقبل وتعالى، ادي يا سيدي جسد وجسم، هذه كلمات في اللغة عجيبة. فأنت إذا قرأت القرآن بهذا المنطق وبهذه الدقة، ولأولادك أيضا كل يوم خذوا كلمة، كل يوم 10 دقائق، نحب اللغة، أولادنا يطلعوا يخرجوا يحبوا اللغة، وعندئذ يعني تلتزم ألسنتنا بهذه اللغة. ويريد أولادنا يحفظوا قصيدة جميلة لحافظ إبراهيم، اللغة العربية تتكلم عن نفسها، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائر الغواصة عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية فكيف أعجز عن آي ومخترعاتي، إلى آخر ما قال. رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي، لما لم أجد لعرائسي رجالا وأت بناتي. يعني اللغة تتحسر. قال سنة 1903، يعني من 110 سنة، ويبدو أن حافظ ما زال يصرخ فينا. فريت لو حفظناه احنا والعيال، والله جميله جدا، وتحرك الايه يعني المشاعر فيما اظن يعني نحو حبنا للغه العربيه. اللهم حببنا في كتابك وفي لغه كتابك وفيك يا رب العالمين، وحببنا الى كل شيء تحبه، وبغضنا الى كل شيء تبغضه، انت ولي ذلك والقادر عليه. ثم كلمه اخيره، يعني الانسان لا يحسب، يعني يجب ان يحسب حساب الغد. ربما نحن اليوم معا، ربما غدا لا نكون معا، هذه الجمعة، ربما الجمعة القادمة اللي بعدها يغيب التراب أناسا من أحبائنا. والله كان عندنا واحد حمامة المسجد كان في كل جمعة وفي كل درس سبحان الله، ومن ساعتين يعني قضى نحبة، فأسأل الله له الرحمة إن شاء الله رب العالمين. أخونا عبد الدم ما شاء الله عليه كان حمامة المسجد في كل درس في كل وقت سبحان الله، وبلغت قبل الإتيان إلى المسجد أنه
يعني قدر. اذا الانسان يعني لا يدري متى الساعة ولا متى. نحب لغتنا، نحب قرآننا، يعني نبني دنيانا وعيوننا على اخرتنا مرضاة لربنا واعزازا لديننا وامنا لبلادنا. شكر الله لكم. لا تنسوا من صالح الدعاء. نلقاكم الجمعة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.